حبيت نجدد في روح الانشاد الديني باش خاطر فيه فيه طرب فيه مواويل. اما الموسيقى ماهيش حرام الموسيقى بيان سور الناس كلها تسمع موسيقى اخوانا. خرجنا من اطارك الضيق نتاعك الانشاد الصوفي اللي ينظروا له بالحقيقه بنظره ربما زيراء. صلي على النبي ما شاء الله بارك الله عليهم الكل. ما معنى مناجات؟ يعني انه نبحروا في نجوى الاله يعني الناجي وربي بطريقه نقدموا له هو ربنا هو خالق الكون هذا واسمى ما في الوجود، اذا خلينا نقدموا له احلى ما عنا. خلق العدل عادل امين يعطيه صحه وكو. يبحر الانسان فهمت كيف تنسى الله هنا يقول لك تمسه وانت تعطيه معنى. شو قلت بارك الله فريمون تبارك الله عليها ما احلاها. يا رسول الله جمال طلعته أخجل القمر جمال طلعته أخجل القمر يزيد نظيره يزيد نظيره النبي ما شاء الله بارك الله عليهم الكل. تحسوا المهرجانات مفتقرة للأنواع هذه من الحفلات. أنواع هذه من الحفلات أنا أول مرة نحفر حفلة. أول حفلة عجبتني ما نكذبش عليك. عجبتني تبارك الله عليه ما شاء الله عليه ما شاء الله على الفرقة اللي معاه. عسلامة مدام. عجبتك صارت اليوم؟ ياسر حلوة أمبيكابل عجبتني على شخت تفرات شخت ياسر حلوة فيها جو موتي معناها فيها إيقاع وزاد كالم الأغاني وكلمات حلوة برش معناها تنجم تركز معاه. ما تقلقتش شوية وقت اللي نشوفوا نسمعوا بالأحرى كلام ربي سبحانه ونذكروا في الرسول وربي سبحانه وثم برشا موسيقى. بالعكس هيك الحاجة اللي معناها أتيغ لاتنسيون فهمت هكا اللي ما جو من ناحية باش العباد هكا وريتم حلو باهي باهي. أما الموسيقى ماهيش حرام الموسيقى بيان سور الناس كلها تحب تسمع موسيقى. اخوانا خلق العدل عادل امين يعطيه صحه وكو. تفرد كان في المستوى معناها حسب ما في المستوى متوقع معناتها من ناحيه الموسيقى اللي قاعدين نشوفوا في الموسيقى متنوعه والالات متنوعه ما قلقش هذايا من ناحيه الانشاد الديني والانشاد الروحاني. فما نوعا ما معناتها باش عصرنا متاع الانشاد الديني شويه كفما تمازج شويه معناتها مع العصر فهمت. تقول انت انشاد روحاني اما مواكب العصر. اي مواكب العصر فهمت. هذا ما قلقش بالنسبه ليك؟ لا ما قلقش ما شاء الله باهي سبا. تحسوا اللي المجتمع ككل مستحق لهذه الانواع من الحفلات؟ شو قلت بارك الله صحيح معناتها مشتاقين للسهريات هذوما وللحفلات هذوما ناقصين برشا. تبارك الله عليهم تبارك الله. شنو رايك في عرض اليوم؟ باهي تبارك الله راني قلت لك جوست فما ديفو صغير يسونو فهمت اما فريمون تبارك الله عليهم ما احلاهم فهمت وبرافو برافو يعطيهم الصحه. كيف تنسى الله يا هذا كيف تنسى كيف تنسى الله. شوف
شفنا اللي الجماهير كانت غفيره، الحضور كان محترم جدا، شنو سر النجاح هذا الكل؟ والله سر النجاح ان فما ناس تعرف الخدمه نتاع تجليات، شفتها في بعض المهرجانات، يعرفوا خدمتي انا تحديدا الحقيقه اني نقدم لون من الانشاد الديني المحترم الراقي. يعني بطبيعه ما ننتقدش زملائي الاخرين في ميادين اخرى، ربي يعينهم، كل حد يقدم اللون اللي يساعد، ولكن انا حبيت نقدم جو مودرنيز، معناها نجدد، تبعته اكيد، حبيت نجدد في روح الانشاد الديني، باش خاطر فيه في طرب، فيه مواويل، فيه في ابحار، كل العظماء نتاع الفن العمالقه راهم مروا، ام كلثوم، عبد الوهاب، كل مروا بها التجربة متاع الإنشاد الديني. يعني وذلك اللي شفناه من خلال العرض، على خاطر شفنا برشا أنواع أو آلات موسيقية جديدة كيما الجيتار، كيما الباتري. أما احنا عادة كيف نقولوا الإنشاد الديني، نقولوا الدف، نقولوا البندير، شفنا اليوم حاجة جديدة، هذا مش حاجة هذه، خرجنا من المألوف، خرجنا من المعتاد. نحن توا رانا في عصر جديد، عصر الايباد، عصر الابحار عبر الانترنت، عصر الاقمار الصناعيه، عصر معنا الملتي ميديا. يعني ماناش في نقعدوا في، حبينا نبينوا للناس ان نحن رانا نجموا، ان معناها الغرب هما الالات الغربيه هذه معناها معروفه في الريجي، في الهيب هوب، في معناها الموسيقى الغربيه تسمعهم معناها مع المجموعات الغربيه اللي سيلين ديون غيرها. هنا لاحظنا انه معناها خرجنا من اطارك الضيق نتاعك الانشاد الصوفي اللي ينظروا له بالحقيقه بنظره ربما زيرة في بعض الاحيان. هكا ما خفتوش شويه للجمهور ما يقبلش الانواع الالات هذه؟ هكا تشوف الجمهور رغم كل شيء كان ينجم يكون، كان يتطعم اكثر، يحضر اكثر. احنا خايفين حتى في قادم المهرجانات، لكن ما يسالش نكونوا نخبويين، لكن نكونوا مع ذلك عندنا جمهورنا وعندنا معنا احترام من مستوى الذوق. يعني ما حشناش بكثره العدد، نحن نحترموا كل الحاضرين، لكن معناها خرجنا من إطار نمط معين، ما نقعدوش نكرروا الأنماط متكررة. توا السلامية كلها تجدت في إطار جديد، شفتوا العروض، الزيارة والحضرة، والحضرة موجودين، يعني استنساخ للسلامية، فهمت؟ ويحطوا جيتار، لا احنا لا، نخدموا في الموسيقى متاعنا بثبات، نوزعوا، مش اعتباطي الأمر، راهو قاعدين نجتهدوا، الشبان هذوما مولعين بالموسيقى ويحبوها، فحاولنا نخرجوا من الإطار نتاعك الضيق نتاع الانشاد الصوفي الديني باش نبحروا به في عوالم اخرى. هاو فيه موسيقى، هاو فيه تجديد آلة الكاخون اللي هي معناها ماهيش مالوفه في الموسيقى السلاميه والدينيه، آلة التمتام والكونغا، البندير الايراني، الباتري اللي هي آلة الجيتار باسي، جيتار سولو، آلة غربيه بحته، الكامانجا ولو انها ولات آلة توتريه كذا كذا، لكن قاعدين نقدموا من بيانتو، تراو الساكسوفون وتراو الكلارينات، البوزق، الساز، اي نجموا هاكم شفتوا العرض مشي بالكدا. حتى السلاميه جعلنا لها اطار معين انه يخرج فيها السولو تاع جيتارات، يخرج فيها السولو تاع، وهذا غير مالوف، فحاولنا نجدوا مش بامر اعتباطي كيكا لوح اله كيما جات جات، او كزعما واقف اله سلاميه وحط جيتار منا وجيتار منا، لا لا. حاجة أخرى زاد كيف في عرض اليوم اللي شفناك اليوم، جيتنا من عالم آخر ودخلت الجمهور في العالم متاعك. أي أنا كتبت خصيصا كاتب الكلمات مناجات، هي ما معنى مناجات؟ يعني أنا نبحروا في نجوى الإله، يعني ناجيو ربي بطريقة نقدموا له، هو ربنا، هو خالق الكون هذا وأسمى ما في الوجود، إذا خلنا نقدموا له أحلى ما عنا، خلنا نزو الناس كما يقول قاين عندها ضغط ستريس، ستريس يتنحى كما باش الفن الشعبي بالمالوف بالإيقاع يتنحى زادة بدغدغة الأرواح، بتحريك السواكن والبواطن، يعني هذاك هو يبحر الإنسان، فهمت؟ كيف تنسى الله؟ هنا يقول لك تمسه أنت، تعطيه معنى، كيفاش تنسى ربي؟ كيف تنسى الله يا هذا؟ كيف تنسى الله ملاذا؟ كيف تنسى الله عياذا؟ أنعم بالخيرات عليك، سخر لك الحياة، تسبح الأكوان بحمده، فهمت؟ تسأله النجاة، فنحن نتحرك ونعيش فهذه هو نحركنا فهمت؟ حركنا البواطن المشي. اليوم بعد ما انتهى عرض مناجاة، شنو تقول الجمهور الكراكة وإدارة المهرجان ككل؟
والله مشكورة إدارة المهرجان آمنت بينا رغم مازلنا جدد راهو الحقيقة، يعني نحن كعرض مناجات وتجليات ومقدم في المجال الموسيقي راهو يعزفوا في كل الأنماط راهو العازفين، ما همش راهو مختزلين على هذا، هذوما اش معناها الحرفية، يعني يعزفوا في مع العوادة، يعزفوا في المز، وتلقاهم في مهرجانات ملوك، وتلقاهم هما مؤدي زيكزيكيتور. نحب نقول لهم تابعونا راهو سيكون لنا شأن، سيكون اللون الوحيد في الجمهورية التونسية، وتشوف نذكرك باللون بالشكل هذا يا تو الكل تعمل في السلمية مجدة.